فأنا الآن هي تقنية قديمة. نعم تفضل. أول شيء سلمك الله. بالنسبة لموضوع الأقمشة وبفضل الله سبحانه وتعالى علينا في هذا البلد أن السوق مفتوح، فأنت تستطيع أن تستورد من جميع دول الأرض. أهم شيء تكون المواصفات مناسبة ومطابقة لهيئة المواصفات والمقاييس، فهذه نعمة من الله عز وجل أن السوق مفتوح وليس محتكر. نعم. فتقدر تجيب سلمك الله من أندونيسيا، من تايلاند، من في تايوان، من فيتنام، من كوريا، من اليابان، من الصين، من إنجلترا، من إيطاليا، من ألمانيا. السوق مفتوح. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى، لأن التنافسية في السوق يعطي أريحية للمستهلك. نعم. فطبقات الناس ومدخولاتهم المالية تختلف، كل إنسان له قدرات معينة. نعم. يعني هذا أمر جدا مهم. يعني صناعات الأقمشة كثيرة جدا، لكن الخامات الصيفية اللي تنزل في الخليج العربي والشرق الأوسط هي بين صناعات جنوب شرق آسيا اللي تبتدأ سلمك الله من اليابان والصين وكوريا وإندونيسيا وتايلاند فيتنام وتايوان وكوريا وإندونيسيا. هذه صناعات تتراوح وتختلف جودتها باختلاف المصانع والخيوط المتوفرة فيها. يعني في صناعات محدودة في أوروبا للخامات الصيفية لكنها أقطان طبيعية ولا تناسب المستهلك، كل المستهلكين لها زبائن محدودة. يعني فالأقمشة هي ثلاث أنواع: يا بوليستر مادة بترولية تبيعها سابك السعودية على المصانع في جنوب شرق آسيا ويعودها البترول. نعم مثل بس بترول حلالنا منه وفينا يعني. أو سلمك الله أو القطن الصناعي أو القطن الطبيعي وهو زراعي ويوجد في الأرض، يعني محدود جدا يعني في مصر وغالي أمريكا وغالي جدا ويتعفط ويشمر ويقصر ويعني له مواصفات معينة وله يعني طرق معينة في اللبس واستعمال والغسيل وقبل الكوي وقبل الخياط وبعد الخياط. يعني أما اللي هو دارج عندنا الآن وهو المرغوب هو الأقطان الصناعية، تسميتها إسبان بوليستر، هي مادة من البوليستر، لكن البوليستر اللي هو السلك يصير حار جدا يعني في الملبس. نعم. في القطن الصناعي اللي هو إسبان بوليستر يسمى مخلوط يسمى مشروك، هذا هو اللي مناسب. هذا مشروك خليط. خليط نعم، هو سلمك الله خليط، والأصل منه إنه من البوليستر ولكن معالج بطريقة معينة بحيث يكون بارد على الجسم، يتحمل التعفط ولا يشمر ولا يكسر. يعني الناس هذا إسبان بوليستر قطن صناعي، يسمى قطن صناعي، تسمية الصناعية التسمية العلمية قطن إسبان بوليستر. إسبان بوليستر كذا. لكن الناس من أول يعني وثقافة الناس يجي عند الخياط حطني قماش وبس قطن سلك ما يدري يعني. لكن من فضل الله سبحانه وتعالى علينا ومنته أن الواحد أن الوعي ازداد في المجتمع، والناس حقيقة صارت تتنوع في الملبس وفي المأكل في الشماغات في الغتر في الصناعات. الوعي ارتفع، ثقافة الناس اختلفت، مناسبات الناس اختلفت، من أول من الدوام للبيت ما عنده يعني أو أنه طلع عنده قاربه أو شيء. لا احنا تلقاك اليوم في الأسبوع عندك عدة مناسبات، عندك اجتماعات، عندك معارض تلتقي فيها مع الآخرين، عندك زواجات، عندك مناسبات يعني اجتماعات في الأعيان ولا في المجالس أو اجتماعات في الحارة يعني في الحي اللي أنت فيه. فلذلك القطن الصناعي أريح على الجسم وأبرد وأجمل وعمره الافتراضي طويل. في المقابل سلمك الله والصناعة الأفضل طبعا يتربع على الصناعات الصيفية على القمة اللي هو الصناعة اليابانية. إلى الآن الخامات اليابانية هي الأفضل والأجود والأجمل وعمرها الافتراضي طويل. الياباني نفسه في عدة صناعات وفي عدة درجات من درجات الجودة. نعم. مثل يعني على قول ذاك الشايب يقول يا ولدي ترى الكريلا ياباني واللكسز ياباني فتختلف. نعم. يعني وهي شيء طبيعي يعني متنوع. أنا قلت لك هذا الأمر من فضل الله سبحانه وتعالى يعطي أريحية وخيارات واسعة للمستهلك. يعني احنا دائما نقول وننصح، لان النبي عليه الصلاة والسلام يقول مستشار مؤتمن، فقبل البيع والشراء في التزامات أدبية وأخلاقية. النصح للناس يجيك واحد مثلا يعني جسمه حار بطبيعته ما تقول له خذ السلك، انا بزيد حرارة في الصيف. تجيك واحد سلمك الله يقول يا اخي انا اعيش في منطقة يعني رطبة جدا
المناطق الساحلية سواء المنطقة الشرقية أو الجدة أو ينبع أو جازان أو شيء، هذه مناطق تحتاج لها أقطان باردة على الجسم ناعمة وخفيفة ومريحة عشان تعطي أريحية. القطن الصناعي هو الأجمل والأفضل. طبعا في ثلاث درجات من الأقطان الصناعية اليابانية، اللي هو الواقف، الخام الواقف الثقيلة، هذه انقطعت واندثرت لضعف الطلب عليها. يبقى عندنا اللي هو ربع وقفة ونص وقفة. إيش الفرق بين الربع وقفة ونص وقفة؟ الثقل وكثافة الخيط. كل ما كان كثافة الخيط عالية وزنه ثقيل صار نص وقفة، صار ما يناسب أي وقت، لا يناسب المناسبات الرسمية، الدوامات الرسمية، الاحتفالات، الزواجات، الأعياد، هذا اللي يناسبها يعني. وبعض القطاعات اللي الموظف عليه تقييم في الملبس وفي الزي يعني. القطن الصناعي الربع وقفة هذا عملي جدا، تقدر تلبسه في الدوام، في الطلعة، في الرحلة، في الاستراحة، في الشاليه، في السفر، في الطيارة. أنت تعرف بعض الأماكن قد تجلس فترات طويلة تلقى الثوب متكسر متعفط يعني. نعم. هذا عملي ويناسب جميع مناطق المملكة، سواء المناطق الرطبة، المناطق الجافة، المناطق الباردة مثل المنطقة الجنوبية يعني أبها والخميس وغير كذا. هذا هو مناسب يعني جدا. طبعا موضوع سلمك الله الأجسام والأوزان، ترى هذا برضو موضوع جدا مهم يعني، ونحن نقوم بدراسات ونأخذ دورات في موضوع يعني الهندام والزي السعودي وكذا وتاريخه. طبعا مو بكل يعني، مثلا بعض الأجسام يحتاج لها نص وقفة. ليش؟ لأن تكون مثلا سمينة ويعني ولا يبغى يبين تقاطيع الجسم وتفاصيل الجسم، فيحتاج لنص وقفة عشان يعني، لأن نص وقفة دائما يسمونها مخفي العيوب يعني. هذا يصلح، هذا يصلح لي. لا أبو عبد العزيز رشيق يعني، بسم الله عليه. لا 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 لا، هذا هذا ناس بالربع وقفة. أنا كنت بتغدى عليه بس. لا صارت الله يوفقك. طبعا في موضوع مهم يا إخواني، أنا دائما أتحدث عنه وأتكلم عنه من سنين طويلة. يا جماعة الخير، إني لكم من الناصحين، اغسلوا في البيت، خلوا غسيل ملابسكم في البيت، اغسلوا في البيت، اكوي برا ما يخالف، اكوي برا ما عندك مشكلة، اكوي الشماغ، الغترة، الثوب برا، لكن الغسيل صحيا لجسدك ولنظافتك ولنظافة جسمك اغسل في البيت بماء ومسحوق غسيل عادي، ولا تضع لا مبيضات ولا كلور. ثيابنا عادة مش يجيها، يجيها شوية وصاخة جلكم الله، تراب شيء، ما فيها زيوت ولا شحوم ولا، إذا اضطريت ممكن في مغاسل تثق فيها تغسل عندها يعني. بعض العملاء يقول يا أخي أنا شهرين ثلاثة شهور ثوبي ينعدم، أحس له خمس سنين معي وأنت تغسل، والله يا أخي أذبها في المغسلة، أجمع كل الثياب وأذبها. ما هو صحيح يا رجل، اغسل في البيت وغسيل عادي بالماء والصابون وغسالة عادية ومحوضين، لا تروح تشتري لك غسالة ب 8000 ولا ب 10000 وتكلف على نفسك وتشق على عمرك، لا عادية، نعم عادية، أم حوضين ب 600 ب 700 ريال تعيش معك 10 سنوات يعني. هذا موضوع جدا مهم عشان جسمك. قد الغسال يستخدم مواد بترولية تتلف، يستخدمون بعض المواد المركزة العالية لأنه يضع ملابسك ماليش مع عشرات الملابس يعني. طبعا في مغاسل نثق فيها وبسمعتها وباسمها وتحرص على العملاء، لكن يبقى يا جماعة الخير احنا نقوم بتجارب، احنا نعرف درجة تغيير اللون من طريقة الغسيل، احنا سلمك الله نعرف ان يجي في الثوب استاتيك من طريقة الغسيل يعني، كذلك ان الثوب احيانا يقصر ويشمر سواء من الحرارة العالية او من سلمك الله طريقة الغسيل نفسها، المواد اللي توضع فيها يعني. فهذا أمر مهم جدا يعني، الناس تحتاج وعي. احنا لما ننشر الوعي، كل إنسان في مجاله ينشر الوعي ويعني ويثقف الناس ويرفع مستوى الوعي عند الآخرين، تراك انت مأجور على هذا، على هذا انت في أجر في وفي خير عظيم يعني. والله كثير من الناس يقول يا أخي أنا لي سنين ألبس ما أعرف هذه المعلومات، لي سنين ما أدري وش الخامات، لي سنين ما أدري وش طريقة الغسيل، نجمع الثياب وذبها بس على المغسلة، لا يا أخي مو صحيح يا رجل يعني. عشان تحافظ على الثوب، عشان يبقى بنظارته وجماليته، عشان تحافظ على جسدك من البكتيريا، من الجراثيم، من بعض المواد أو بعض الأمراض يعني المعدية أو شيء، اغسل في البيت، أمان لك أم عيالك، شغالتك، بنيتك، بغسيل بطريقة هادية جدا يعني. هذا موضوع مهم، موضوع الغسيل، موضوع اختيار القماش، موضوع المناطق اللي تلبسها يعني. مو معقول أنت تروح في منطقة الرياض منطقة باردة وتلبس سلك،
يناسب. طبعا القطن الصناعي اللي هو سبان بوليستر يسمى مخلوط ومشبوك، الطلب عليه احيانا يتجاوز من 85 الى 90% في السوق السعودي. السوق السعودي إيه القطن الصناعي هو سلمك الله قوه المملكه العربيه السعوديه والسوق السعودي قوه شرائيه ضخمه، وخاصه سوق الرياض ما شاء الله تبارك الله، صلى الله عز وجل يدم علينا النعم. احنا الان انواع كثيره من الخامات اسعارها متراوحه. هذا اتكلم والله شوف اغلى قطعه بشكل عام، احنا تكلمنا عن الخامات الصيفي ما تتجاوز 500 ريال خامات الصيفي. هذا بالسوق السعودي، هذا الصيفي عندنا. لكن الصوف ايه بشكل عام، لكن الصوف لا، الصوف يصل سلمك الله الى 80,000 ريال القطعه الواحده. نعم، وبعنا منهم بعشرات الالاف يعني. طيب الصيف انا سمعت، لكن هذا الصوف هذا صوف هذا صوف انجليزي خالص بيور كشمير، تستخرج من الماعز اللي تعيش في جبال كشمير ومن رقبتها بالذات، يجلس سنه سنتين ثلاث سنوات يجمع الصوف هذا الخام، ثم سلمك الله يعني يصنع في 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 انجلترا بطريقه معينه. نتعامل مع مصانع ايطاليه وانجليزيه، عمر المصنع من 300 الى 500 سنه. تخيل يعني، تخيل يعني شلون يعني نسيج على الطريقه القديمه ولا لا لا، لانه يعني تعرف بريطانيا كانت يعني مستعمره في الارض، فلذلك يعني كانت الاصواف اصلا كانت اول شيء بدايه الاصواف تفصل. هذا اول شيء 100% بيور كشمير، لو تلمسها انت تقول هذا حرير من نعومته وخفه وزنه ودفاه، ترى ما يتحمل يعني الا درجات من 5 درجات وتحت، لما تلبسه ودرجه الحراره 18 15 تموت حر لانه حار جدا. صوف طبيعي 100% يعني، لكنه الدارج في السوق كصوف يعني ان الناس تاخذه وتلبسه ونلبسه يعني الناس يتراوح من 900 إلى 5000 6000 ريال، اللي هذا اللي الناس تلبسه عادي، لكن هذيك كلها اللي بالعشرات الآلاف هذيك أوردرات خاصة يعني زباين خاصة. لبسة واحدة ولا طالع؟ هذا ثوب واحد. ثوب واحد. ثوب واحد فقط يعني. ويعيش؟ ويعيش. أنا قابلت يعني شيخنا وحبيبنا الشيخ محمد بن يعيش، وهو كان إمام وخطيب خادم الحرمين الشريفين الملك فهد رحمه الله رحمة واسعة. لقيت عنده ثوب ودقلة، والله يا جماعة خير أنا أتحدثكم وهو شيخنا ودائما أنا أكون عنده في المزرعة، يا جماعة خير فصلها عام 1400 ونحن في 1445، تخيل 45 سنة الثوب عايش عنده. أنا شخصيا عندي ثياب مع سديريات صوف، شيء بعضها له 10 سنين وشيء بعضها 12 سنة، لأن الصوف ترى يعيش فترة طويلة ما يخرب، حتى في فصل الشتاء أنت تحتاج ممكن تغسله مرة أو مرتين، تحتاج تكويه. فبعض كبار السن عنده ثياب 15 سنة 20 سنة 18 سنة 10 سنوات، الصوف لك يقول كلمة الأولين لك وش اسمه لك وللزمن، ما يخرب ولا يتأثر ما يحتاج ولا يتوسخ بسهولة هذا الصوف. أما الخامات العادية الحين بفضل الله من منة الله عز وجل وفضل علينا كل 6 شهور طيب نغير. لعلنا نرجع لك أبو يزيد. يزيد يزيد نبغى الثوب اللي ما يحرجني قدام الآخرين، كب على الشاهي كب. لا هذه عشان للأمانة عشان نكون صادقين، هذه تقنية احنا عملنا فيها في أواخر التسعينات 96 97 98 99 و2000، هذه تقنية قديمة، هي عبارة عن مادة كيميائية توضب على القماش زين، إذا صبيت الماء يروح، لكنها مشكلتها أنها تقفل المسام، لأن القماش ترى كله مسام بس ما هي باينة لأن هذا نسيج، لو تصوره عن قرب تشوف سبحان الله العظيم، احنا نصوره يعني بدرجة معينة فنجد يعني سبحان الله درجات المسام، ونتناقش مع المصانع اليابانية. الشيء الثاني ترى على فكرة كم غسلة ترى تروح المادة هذه، يبقى قماش عادي يعني، يعني لو صبيته بعد كم غسلة تلقى الثوب كله توسخ يعني. طيب يعني هي بس مرة واحدة وخلاص، مرة مرتين ثلاث وخلاص. لعلنا نرجع لك ان شاء الله. تفضل يا شيخ. معك شيء اعتذر على الاطاله يعني، لا بس حبينا ننور الناس. لا فيها اسئله كثيره عند سم الشباب. ولا تحت امركم. طيب لعل ابو عبد العزيز يوزع الان هدايا. طيب ابو يزيد هذه هديه بسيطه. نعم هذه هديه بسيطه. لا تعطيه، لا تعطيه خلي رجال ابو عبد العزيز.